متحف صغير في حجمه كبير في مقتنياته، استطاع جمعه محمد ابن مدينة بوكتو بولاية البيض، وهذا على مدار 30 سنة من التجول بين مدن الجزائر وأسواقها. بداية الجمع منذ الصغر أي تجاوزت 30 سنة. كيفية الحصول على هذه التحف كانت من الأسواق أي من الزيارات العادية لبعض المدن، فكان الالتقاء بهذه التحف الفنية الرائعة ونقوم باقتنائها وشرائها، وما يحتاج إلى الترميم فأرممه، وما يحتاج إلى السقف فأسقفه، حتى صارت إلى ما هي عليه الآن من تحف فنية فضية نحاسية برونزية، منها حتى التحف الأثرية القديمة. بين القطع النفيسة والنادرة التي يعتز محمد بضمها في متحفه الرائع، أطباق فرعونية ومحابر ومجموعة ملاعق فضية عثمانية وقطع أخرى من البرونز والنحاس. لدينا بعض الصناديق، منها صندوق المئوية التي كانت تهديه فرنسا لبعض الأشخاص المميزين، والأمر في هذا الصندوق أن ما يوجد به من الآثار الجزائرية ليست الفرنسية. لدينا كذلك من بعض التحف بعض الأطباق، منها الفارسية منها الفرعونية، هناك بعض المحابر التي لها جمالية عظيمة جدا لبعض السلاطين، منها محبرة للسلطان ما من السلاطين التركية. نشاهد في هذا الطقم الفضي هناك تراث جزائري، تراث جزائري محض بحسب المناطق الموجودة، المناطق المشهورة في الجزائر، وجعلت له قيمة معينة في إهداء هذا الطقم الخاص بالملاحق. هواية جمع التحف من أكثر الهوايات قيمة ونبلا، بما تحفظه من تاريخ وتوفره من مجالات للدراسة العلمية، فضلا عن تعلقها بعلاقة الوجود الإنساني.